مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة طبيب الكمبيوتر. أنتم الآن تشاهدون فقرة عالم الألعاب التي تشاهدون فيها أبرز أخبار عالم الألعاب طيلة الأسبوع. إليكم أبرز العناوين: مبيعات PS4 الإجمالية في اليابان تتخطى 200,000 وحدة مباعة. وأما عن ليفت هاند باث، لعبة واقعية افتراضية شبيهة بدارك سولز قادمة في نوفمبر. وفي آخر عناويننا لهذا الأسبوع، المخرج الإبداعي للعبة توم برايدر يترك وظيفته للعمل في استوديو مستقل. لا تذهبوا إلى أي مكان، ابقوا معنا. أطلقت شركة سوني مؤخرا طراز جديد من نظارة PSVR برقم CUHZVR2. ومع وصول هذا الطراز الجديد للأسواق اليابانية، سارعت وكالة ميديا كرييت بتقصي عن أدائه بالسوق، حيث كشفت الوكالة اليوم أن مبيعات النسخة المحسنة من نظارة PSVR بلغ 27,000 وحدة مباعة بأول أسبوع عن طرحها بالسوق الياباني. هذه المبيعات رفعت من إجمالي مبيعات نظارة PSVR باليابان لتصل إلى 217 وحدة مباعة هناك منذ طرحها العام الماضي. وتأتي هذه الانتعاشة بعد أن عانى السوق الياباني من نقص بشحنات النظارة، ولكن يبدو أن النسخة الجديدة قد طرحت بكميات أكبر وفرت حاجة السوق لها بشكل كبير. هذا ونذكر أن طراز ZVR2 من PSVR مزود بوحدة معالجة خارجية محسنة، بحيث تمكن اللاعب من التمتع بصور تدعم الـ HDR دون الحاجة إلى فصل وحدة المعالجة كما كان الحال مع النسخة الأولى. كما تم فيها دمج السماعة لتصبح بالقاعدة الخلفية للنظارة. أفصح المطور والناشر سترينج كومباني اليوم رسميا عن موعد إطلاق لعبة الواقع الافتراضي ليفت هاند باث. وكانت اللعبة قد مكثت فترة طويلة في مرحلة الوصول المبكر اللعبة ما قبل الانطلاق، لكنها ستتوفر الآن بشكل كامل في 10 نوفمبر على الـ HTC Vive والأوكلوس ريفت. وتأتي ليفت هاند باث كلعبة تقمص أدوار رعب تحاول السير على منهج دارك سولز في أسلوب اللعب، وتدور أحداثها في قلعة مظلمة مليئة بالمخلوقات التي تريد فقط أن تتعشى عليه. وستطلب مغامرة الواقع الافتراضي هذه منك القيام بتسليح نفسك واستكشاف المكان لمعرفة خباياه وأسراره. ويشير المطور إلى أن محتوى اللعبة سيستمر معك لأكثر من 15 ساعة، كما سيكون عليك تعلم تجنب الضربات وإتقان القدرات السحرية عبر تعلم الإيماءات والإشارات التي ستستخدم في دحر الأعداء. يذكر مجددا أن اللعبة ستتوفر في 10 نوفمبر القادم بشكل كامل على أي حاسب شخصي يدعم الواقع الافتراضي مع النظارتين التي ذكرناهم سابقا. أعلن إيان ميلهام المخرج الإبداعي للعبة توم برايدر القادمة تخليه عن منصبه في استوديو كرايسل دينامكس. وجاء إعلان ميلهام عبر حسابه الشخصي على تويتر، حيث أعلن قبوله الالتحاق باستوديو أوتبوست جيمز كمخرج إبداعي. ولمن لا يعرف، تأسس هذا الاستوديو على أيدي أصدقائه القدامى الذين رافقوا في الاستوديو فيسرول جيمز الذي أغلقت أبوابه مؤخرا، والذين يعملون في وقت راهن على لعبة بقاء جماعية تدعى SOS. ولم يستمر المخرج في وظيفته بالاستوديو كرايسل دينامكس سوى ما يزيد قليلا عن عام، إذ عين في أغسطس 2016. وقبل ذاك التوظيف كان قد قدم ألعابا مثل ذات سبيس وباتلفيلد 4 وباتلفيلد هاردلاين. وأكد ميلهام أن رحيله عن هذا ليس نتيجة لأي شيء سيء قد تعرض له داخل أروقة الأستوديو الأمريكي، بل على العكس تماما. قال: لا تستنتجوا أي شيء سلبي حول استوديو سي دي أو توم برايدر، فإنهم مذهلون والناس يجب أن تتحمس لما هو أعثن. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشاركه مع أصدقائك، ولا تنسى أن تشاركنا رأيك في أخبار هذا الأسبوع. إذا كان لديك أي استفسار أو أي سؤال، يمكنك أن تتواصل معنا على موقعنا الإلكتروني أو على أرقامنا في الواتساب. نراكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.